بقى رسالة جميلة جدا. شادي أحمد سرور. شادي أحمد سرور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، ابن أختي عمره 9 سنين بينزف من الأنف، أوقات بيكون نزيف كتير وأوقات بينزف وهو نايم، ممكن أعرف علاجه؟ لا طبعا مش هقول لك علاجه. أنت مالك أنت؟ أنا هقول لك القصة بس أنت تعرف علاجه ليه. علاجه على فكرة الحلقات دي للتوعية، للتوعية. اوعى حد يعتقد انها من مشاهدته للحلقات اصبح طبيب، اوعى. ده الطب عميق جدا 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 جدا، اعمق مما تتخيله كتير قوي. اول كلمة تعلمتها في كلية الطب، اول كلمة دخلنا الصبح يوم السبت، كان زمان السبت مش اجازة، دخلنا الصبح السبت المدرج الساعة 8، دخلنا أستاذ محترم جدا جدا جدا، قال medicine is not logic، الطب مش منطق، medicine is facts، الطب حقائق. اللي هيسمع مني هيكلم بالمنطق، ممنوع، ممنوع بتاتا. انت ممنوع من ممارسة الطب. انت تسمع عشان تتنور وتعرف، واذا احنا بنقول الكلمة تاني وتالت بنشعب من الطب، نخلي الطب شعبي بس كوعي، انما مش كأطباء. بينزف من مناخيره. تعال بقى نشوف انت تعورت يا صاحب الرسالة، اسمك شادي احمد سرور، اتعورت تمام. هل ربنا سبحان الله وسبحانه وتعالى، سبحان الله، ما يعرفش ان احنا نتعور؟ عارف كويس جدا. عمل لنا 3 حاجات عشان ما تفقدش الدم، عمل لنا 3 حاجات ما تفقدش الدم. انا باب العربية اتقفل عليا وعورني، هنزف شوي لكن الدم وقف بس خلاص. يبقى ربنا انقذ حياتي بثلاث حاجات يحصلوا ورا بعض يمنعوا النزيف. رقم 1، انت بتنزف ليه؟ وعاء دموي زي خرطوم الجنينة بالظبط، وعاء دموي ماشي فيه الدم سواء شريان او وريد، ما تفرقش معاي، وعاء دموي شريان او وريد زي خرطوم الجنينة بالظبط. قطعته بسكينة هينزل مية، نفس القصة، انت قطعت الشريان او الوريد فرح منزل الدم. حلو. اول حاجة تحصل ايه؟ الوعاء الدموي ده عضلة، ده كله عضلة، يعني جدار عضلة، تقوم العضلة تنقبض تمسك كده، تقوم الفتحة تقل، يعني الفتحة اللي كانت كده لما العضلة تنقبض بقت كده. هايل، رائع، قللت الدم فعلا. تاني حاجة تحصل، في حاجة اسمها الصفائح الدموية. احنا عندنا الدم فيه 3 أنواع خلايا: خلايا الدم الحمراء اللي بيشيل اكسجين، خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن المناعة، والصفائح الدموية المسؤولة عن اللي انا بقوله ده. تتلم في ثانية كأنك ضربت جرز او صفرت بصفارة مكان الجرح، وتروح ملمومة الصفائح وقاعدة في الجرح. مين اللي قالها؟ مين اللي قالها تيجي في الحتة دي؟ مادة بتطلع لما الجرح بس، لما الجرح بس، لما تجرح في مادة تطلع سبحان الله تلم الصفائح كلها تسد الفتحة. رائع. بقى عندي 2 حاجات: الحاجة الأولى شريان ابتدى ينقبض قلل الدم، التانية الصفائح لمت على الفتحة ابتدى الدنيا تهدى شوي. كل ده بيحصل لحد ايه؟ لحد ما الجلطة تتكون. الجلطة تتكون. طب تكوين الجلطة بياخد وقت؟ اه بياخد وقت، عشان كده عملنا الخطوتين دول قبلهم. تكوين الجلطة بتبقى مادة تشتغل، لو اشتغلت تشغل المادة اللي تحتها، اشتغلت المادة اللي تحتها تشغل اللي تحتها، تشغل اللي تحتها، عشان كده بنسميه شلال. شلال من المواد 12 خطوة تنتهي بانك تعمل جلطة، اللي هي ايه؟ زي خيش، زي الخيش كده، يروح سادي دي خلاص الدم وقف. الأولانية أن أعمل انقباض في الشريان قللت الدم، ألم الصفائح قللت الدم،
عملت الجلطة قفلت الدم خالص. واحد يقول لي طب لو واحد جلطة تحصل جوه الشريان دي قصة تانية هتكلم عليها، زي جلطة القلب وجلطة المخ هتكلم عليها في مجال تاني. انا بتكلم على الولد اللي بينزف من مناخيره. فادي اللي بيحصل، 9 سنين وبينزف من مناخيره غالبا، بقول ما انا ما شفتش الولد، غالبا نقص صفائح. غالبا في مرض عندنا مشهور جدا جدا اسمه مرض نقص الصفائح، وعلاجه سهل، بس الصفائح ربنا عاملها من 250 ألف ل 450 ألف في الملي المكعب. الملي، عارفين ملي مكعب يعني ايه؟ يعني لا يرى، يعني فيها من 250 ربع مليون ل 450 قربنا نص مليون صفيحة دموية، تخيل. فهذه الصفائح ساعات في مرض يخليها ما تطلعش. إيه الطحال بيلعب دور، ده بيلعب دور، ماليش دعوه، المهم هي ما تطلعش. علاجه حاجتين، طبعا ما اقدرش اعمل عمليه لواحد عنده الصفائح واطيه، هينزف مني، لان الصفائح احد العوامل الاساسيه في التجلط، ده عامل اساسي. فبنديله كورتيزون لحد ما الصفائح تعلى ونشيل الطحال. ده لو كان كده. في مرض مهم جدا، ده سنه 9 سنين، ده بيجي بنزف متكرر من الانف. في مرض تاني كل الناس عارفاه، كل الناس عارفاه، اسمه هيموفيليا، ده مرض وراثي. مش انا قلت لكم في شلال، ده يشغل ده وده يشغل ده وده يشغل ده، ساعات نمرة 8 مش موجود، فنمرة 7 مش هيلاقي اللي يشغله، فنمرة 8 مش موجود، فالعين ينزف. بس شتان بينه، شتان بين طفل عنده هيموفيليا، الهيموفيليا اسمه داء الهيموفيليا ومعروف الناس كلها عارفاه، كل الناس. والاطفال اللي عندهم هيموفيليا معاهم كارنيه بيروحوا مستشفى الاطفال اذا تقول لي طب افرض جاله زايده، لا ده مسجل وبياخد ماده اثناء العمليه عشان ما ينزفش. اذا في 2 بينزفوا، واحد اسمه هيموفيليا معروف، والتاني نقص صفائح. شتان بينه، شتان. تقول لي ياه طب انت بتقول قوي كده شتان ليه؟ اقول لك طبعا، الهيموفيليا لا يمكن ينزف الا بخبطه، خبطه. مثال، اتعورت حادثه عربيه، وقعت من على العجله، عشان كده الاطفال الهيموفيليا ممنوع يركبوا عجل، ممنوع يلعبوا كوره، ممنوع يلعب شطرنج، يلعب يقعد يتعلم على الكمبيوتر، انما ممنوع. لماذا؟ لانه تعور ممكن ينزف، ونزيف قاسي، تمام. فالهيموفيليا لازم بحاجه. اكثر حاجه خبطه تفتكروا ايه؟ اكثر خبطه في الدنيا تفتكروا ايه؟ مش هتصدقوا، المفصل اللي هو بيتحرك، الحركه دي تخليه ينزف جوه المفصل. ركبته، لو قعد على ركبته او عمل اي حركه تلاقي ركبته تورمت ومليانه دم. يبقى النزيف في الهيموفيليا عايز خبطه، انما النزيف في الصفائح تلقائي، تلقائي. قاعد في وسط الولاد في المدرسه ومره واحده مناخيره تفتح دم، تلقائي، مش بخبطه. ده رقم 1. رقم 2 شديد بتاع الصفائح، نزيف شديد. انما بتاع الهيموفيليا النزيف معروف باستمراريته وليس قوته. تعال ناخد مثال عشان الكلام ده صعب. هنفترض هيموفيليا بيحلق وعور نفسه، النزيف مش عالي بس مستمر، كلينكسة ونشف لسه قاعد يخر، كلينكسة ونشف يخر، كلينكسة ونشف يخر. استمرارية النزيف ما يميز الهيموفيليا، واضح؟
لكن شدة النزيف ما يميز الصفائح. يبقى لو جالي طفل سهل جدا تشخيصه جدا، هل هو نزيف تلقائي من غير خبطة يبقى صفائح، هل هو شديد يبقى صفائح. التاني، هل هو بخبطة يبقى هيموفيلي، هل هو مستمر اكتر من انه شديد يبقى هيموفيلي. عشان كده ده ولد صغير بنشوف النزيف التلقائي من الانف معروف في الصفائح. صاحب الرسالة شادي احمد سرور، بكرة او النهاردة نعمل صورة دم سهلة ورخيصة ونشوف الصفائح كام. لا، الصفائح الطبيعية بين 250 الف ل 450 الف. اذا كان الولد ده زي ما انا بقول، الولد ده زي ما انا بقول، هيطلع 30 الف 20 الف، هيطلع رقم واطي. طب طلع طبيعي، جري على دكتور انف واذن، ما بقتش شغلتنا بقى، دكتور انف واذن هيقول لك نزيف الانف منين. اعتقد يا شادي يا احمد يا سرور الامور واضحه جدا. علي ابو زيد، ابو زيد المدام ما بتشمش، حتى رائحة العطر بتتضايق وبتكح، بساعات تفضل عندها باليومين او ساعات ونص ساعة، وكشفت الدكتور قال ما عندهاش حاجة. ماشي، وانا موافق ان ما عندهاش حاجة، لكن عندنا مرض انتشر جدا في مصر في وقت من الاوقات بيعمل هذه الظاهرة، كورونا. الكورونا ممكن تفقدك حاسة الشم أو التذوق لفترة. لا تقلق يا علي أبو زيد، لا تقلق، حاسة الشم هترجع وحاسة التذوق هترجع لو كانت من كورونا. لو كانت حاجة تانية لازم نستشير دكتور أمراض أنف، دكتور بتاع أنف أذن، عشان يقول لك حاسة الشم دي سببها إيه.